يعني لو أبي أحسب يعني 7 10 10 15 ألف كيني حاضرين وموجودين، أقل ممكن يعني 10 15 ألف كيني. هنا لدينا الكرة، الله شاد المدرب على يوسف عبد الرزاق. كل هذه الاسماء عملت مع مصطفى طارق مع كيروش، وهنا لدينا يوسف عبد الرزاق يحاول، والمطالبه بركله جزاء نعم تحتسب الان. على يوسف عبد الرزاق حاول فيها، وهنا لدينا عمليه التدخل. هذه عرقلها هل يدخل البار ام ان القرار يصبح تنفيذ للتعادل بنسبة العنابي. هذه لدينا الكرة، هيدوس، الله الله، يأتي التعادل الان بالنسبة للعنابي عن طريق حسن الهيدوس، يعادل النتيجة من علامة تتخلص من امام بيدرو، تعود الان اماميه ناحيه ميشيل الونغا، اخذها الونغا امام الزميله في النادي يوسف، لكنه مر الان الونغا. كينيا تفعلها كينيا وتسجل ثاني الاهداف. كينيا مرعبه، كينيا 1000 الحاضرين والموجودين أو 16 ألف الحاضرين والموجودين. هنا مطالبة بيدرو بالخطأ، حكم اللقاء قال بأن الأمور طبيعية، لعبت خلف المدافعين، أخذهم ميشيل ألونغا أو أخذ يوسف بهكذا طريقة ومروا عنده، بعد ذلك لعب الزيادة العددية التي كانت من نوندي. أوبيرو سجل الهدف الثاني، الزيادة